عليها. ما بدي اياها، قلت لي خلاص ما بدي اياها. الله يخليك يا اخي، مالك اليوم عندك؟ بكره بيحكوا عليها العالم اشكال الوان. ولك يحكوا شو ما بدهم يحكوا، اساسا لو في خير ما زلت الجوز الاولاني. الله يخليك يا اخي، لا تطلقها، والله العظيم اذا طلقتها فلا واحد رح يدق بابها وما رح يصير بحياتها عند رجال. اخ منك اخ. ماشي، بس يكون بعلمك اذا بتغلط غلط واحد بس ما لها عادي عندي. حاضر على عيني يا اخي، حاضر، رح روح جيبها وخليها تجي تبوس ايدك وتستسمحك. اسرعك تجيبيها لاني ماني طايق اشوف خلتها. اخي اسمعي الكلمه يا اختي، بتروحي بتاخذيها من اوضتي وبتناميها عندك لبين ما يروق مالي عليها. حاضر اخي حاضر. لك انا شو كان بدي بهالشغله هي؟ شو يا ابي؟ لسه ما لقيت دكاني؟ عم دور يا ابي عم دور. لو تركتني اتصرف يا ابي، كنت لهلا عم تشتغل. قصه وخلصنا منها، ليش لحتى نعيدها؟ امرك يا ابي امرك. لك شوفي شبو، ليش لازقان فيكي؟ ابن عمي عمر بده يرجع مرته من بعد اذنك. صحيح لك عمر بدك ترجع مرتك؟ ايه ايه يا ابي من بعد اذنك. وانت شلون شايفها؟ متغيرة عن اول ولا لساتها على طباعها؟ والله انا يا ابي لا عم روح لعندها عبيت اهلها ولا عم شوفها لحتى اعرف شو صار معها، بس هي اكيد 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 تغيرت بعد قصة الطلاق، وخصوصا ما رضيت تاخد ولا غرض من اغراضها من اللي حكمت لها فيهم المحكمة. مزبوط ولا لا يا مو؟ لك ابني ابوك بيعرف انه ما اخدت ولا غرض من اغراضها، بس هي رح تعيش معك مثل ما بدك ولا لا؟ خلينا نروح لعنده ونسألها. انا رأيي انه عمر رجع لدرية. انت بتكفليها ما تساوي شي يغضب الله؟ لا تقبرني، انا ما بكفل حدا بنوم، جوزها هو اللي بيكفلها، مو هيك تقبرني؟ شو عمر؟ بتكفلها؟ ايه يا بي بكفلها. يعني ما بتوجعوا لي راسي انت وياها؟ يا بي انا بوعدك بوعدك اني حل مشاكلي انا وياها بدون ما تدرى لا انت ولا اي واحد فيكم. قول الله يا بي قول الله. شلون سيدي؟ مثل ما عم قلك، واللي بدي اياه منك هلأ تاخد عناصر مداهمة وتروح وتلقوا القبض عليه، بس بسرية تامة. أمرك سيدي. وينك؟ هذا سر خطير، يعني ما بدي أي حدا من العناصر يعرفوا شو عم نساوي. أمرك صبري يا أفندي. على شغلك. احترامي. وضروري آخذ موافقة أبي؟ شو هو اللي بده يتجوز ولا أنا؟ الواجب واجب يا عمتي. بس أنا ماني مثل أخي عمر. ليش شو بعمر؟ أنا ما حبيت بهدله لعمر قدام أبي، قلت لعالي يصطفل، هو هيك متعود، الكل يتحكموا فيه، بس أنا غير يا عمتي غير. لك يا ابني لازم أبوك يعرف إنه نحن رايحين لعند الجماعة. لا بهي معك حق، أبي لازم يعرف نحن لوين رايحين. هاي هي كل القصة لك ابني. إيه يا عمتي إيه، الأصول أصول. بعدين إذا عرف أبوك شو عليه؟ بالعكس بيكون أحسن لك وبتكبر بعينه. بس أنا ما كان قصدي عمتي. عمتي بدي اسألك، مين بده يدفع لك تكاليف جوازي؟ مو أبوك؟ انتوا روحوا لعندها وحاولوا تأجلوا موضوع الخطبة وكتب الكتاب شوي. يعني قديش المدة ابن عمي؟ والله ما بعرف يا بنت الحلال قديش. على كل حال عطوهم مهلة جمعتين وبعدين ما بنعرف شو الله بيخلق. أمرك ابن عمي. يلا يا مهون يا رب. الله يخلينا ياك يا امو، يسلموا ايديكي. عمتي قوم اتصل فيها وقول لها بكره العصر رايحين لعنده. فورا عمتي. شايفه قديش تغير الفوزي؟ شلون يعني تغير حجي؟ بس يا سلوى انا شايفته تغير وصار قلبه أرق من الاول. والله انا شايفته يا حجي هو هو، ما تغير شي عن اللي ربيته. الا انت الثانيه. انا اللي ربيته يا حجي وبعرفه. انا بعرف انك انت اللي مربيتي، بس وحياتك فوزي ما كان هيك، ما كان هيك. فوزي من هو وصغير عسر يا حجة، تتذكري؟
بتتذكري كيف كان يبكي على الغرض تبعه لحتى نعطيه؟ انا اللي بتذكر يا سلوى لك. وما بدنا ناخذ شيء بايدنا يا حجه. ايه لا يوه يا سلوى معقول؟ يوه مشان قيمتنا لك بنتي بناخذ لها معنا حلقه صغير ومنه بتكون يعني هيك فاتحه خير. شو بكره العصر جايين لعنا؟ حجه معناتها بكره لازم نحضر حالنا منيح ونجيب فواكه وحلو ونرتب البيت. ماشي مبروك. يا ابو عيون وسام حطيت بقلبي وجاع بعطيك سبع ربع خيو بالعين رسمالي يا تك ابن عمي تك